جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز الرقص على دق الطبول في الزواجات وغيرها؟ وهل يجوز عمل ما يسمى بالزوارة عند زيارة العروس لأهلها ودق الطبول والرقص عليها بحيث أن تكون هذه الزوارة في مكان كبير للاحتفال؟ الطبول لا يجوز دقها لا في الزواج ولا في غيره، إنما الدف ضرب الدف في الزواج بيد النساء سنة، وإذا رقصت النساء فيما بينهن الرقص المعروف وليس الرقص الماجن المعروف الآن، وإنما الرقص الذي هو التمايل المعروف عند نساء العرب فيما بينهن فلا بأس بذلك مع ضرب الدف إظهارا للنكاح وإعلانا له كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما ضرب الدفوف إنه لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. أما ضرب الطبول فإنه لا يجوز. نعم.